لي جميع الاخوان المتتبعين. ديديكاس اليوم من روتردام كما كتشوفوا من هذا الشيب، هذا التيتانيك هذه تصنعت في 1968 وباقي حد الان ما بقاتش خدامه. هذه كانت دايره الخط بين روتردام ونيويورك، خدمت تقريبا 10 سنين وهي دايره الخط روتردام نيويورك، ودابا ردوها كمتحف، فيها اوتيل، فيها ريستورو، فيها جميع وسائل الراحه والاستجمام. كما قلت لكم هذا السفينه العائمه او الاوتيل الفندق العائم كيتوفر على جميع انواع الراحه، كما تلاحظوا انه فندق عائم، سفينه في الميناء ولكنه عباره عن فندق ومطعم. كنحاول انني نصور من جميع النواحي باش تشوفوا تاخذوا فكره على هذا، على هذه السفينه، سفينه اس اس روتردام. السفينه اللي كما قلنا انها بدات الابحار في 1968، وكان عطاو الانطلاقه لبنائها في 1959. كما تلاحظوا ان هذا الحقائب التاريخيه ما زالت تشهد، تعطي نظره وتعطي فكره على هذه السفينه. كما كتلاحظوا كتشوفوا مسبح، و يعني مسبح فوق ظهر السفينه. كما كتلاحظوا انها كتطل على روتردام. هذه تاكسي، مائيه. كما قلت مسبح وقاعة للاستجمام فوق ظهر هذه السفينه، وكما قلت كتطل على جميع انواع على روتردام. وهذا روتردام يعني معروف بأكبر ميناء في أوروبا، أكبر ميناء يعني يتواجد في نهر وليس في البحر، هذا فقط نهر، نهر كبير. وهذا من الجانب الداخل، يعني كما حالي شفتوا الفيلم ديال تيتانيك من الداخل، يعني كله جميل في الحقيقة. هذه غرف الفندق، ممر من يعني يؤدي إلى غرف الفندق. يعني حاولت نصور لكم جميع المرافق التي توجد في الداخل. هذا مقهى أو مطعم الذي كنت سبقت أن ذكرته لكم. كما تلاحظون أحبتي الأعزاء، وتياتر يعني ما مكان السينما او قاعة الحفلات او قاعة السينما. قاعة جميلة جدا 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 كما تشوفوا، هي الوانها مختلفة، كراسي جميلة، رفوف روعة. وننتقل بكم إلى ظهر السفينة كما تلاحظون، يعني مكان جميل جدا اللي يقدر يوصل
راه يستكشف هذا السفينة، ما عليه إلا الذهاب إلى روتردام. وتوجد في منطقة روتردام فاينورد. وبالمناسبة فاينورد روتردام هو بطل هولندا عام 2022 موسم 2022-2023 هذا الموسم، فهو بطل روتردام بطل هولندا. ما يبقى لي إلا أن نخليكم مع هذا الأجواء ديال السفينة وهذه المناظر، ونستودعكم الله، وإلى الملتقي إن شاء الله، وإلى مكان آخر أو زيارة أخرى إن شاء الله. تحياتي وتحية الجميع، وشكرا لتتبعكم وشكرا لمشاهدتكم، ولا تنسونا بالدعم والاشتراك في القناة وترك بعض التعليقات الجميلة. تحياتي وتحية الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.